التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، ونذكر بصاحب التوقيت الافضل والاجمل في سباق هذا اليوم سلهود من سجل 4 دقائق و25 ثانية بدون يوامر. تهانينا لمكتوم بن شهيب بن علي السبوسي على امتلاكه هذه النوعية الفاخرة. نسير على بركة الله مع شوطنا 18 الذي خصص للجعدان، ونبحث ونستطلع على مقدمة الشوط والمركز الأول، وهنا رحال سهيل بن عبيد بن ريميع السبوسي اللي شد رحاله إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، بينما النقلة إلى المركز الثاني خطير عبد الله بن فاهم بن عبد الله بن يوسف. أما في المركز الثالث هنا القادم الفارس محمد بن سهيل بن يطبع العامري. أما في المركز الرابع يأتي السريع معضد بن محمد بن هلال المزروعي. أما في المركز الخامس هنا الذيب مطر بن حمد بن عود العامري ليحتل المركز الخامس. هذه النتيجة، هكذا النداء للخمسة المراكز الأولى. فينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات، بينما أسامي ما بعد الخمس المراكز الأولى لم يحين موعد دخولها وندائها وتقدمها، لكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى رحال، رحال اللي شد الرحال إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والصدارة الأولى. ما شاء الله وتبارك الله سهيل بن عبيد بن يبيع السبوسي. أما في المركز الثاني هنا السريع معضد بن محمد بن هلال المزروعي يتقدم إلى المركز الثاني. أما في المركز الثالث يأتي هناك أيضا خطير عبد الله بن فاهم بن عبد الله بن يوسف مع المركز الثالث في هذه اللحظات. أما في المركز الرابع راغب هنا الدخول اللي بدأ الآن من الذيب مطر بن حمد بالعود العامري. المركز الخامس الفارس محمد بن سهيل بن يطبع العامري قادما إلى المركز الخامس من خلال هذه المنافسة وهذا التحدي الرائع. ما شاء الله وتبارك الله، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة. الكيلو الأخير جولة الأوامر النهائية وفي الصدارة الأولى. خطير 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 اللي على المقدمة، خطير اللي على الصدارة الأولى. عبد الله بن فاهم بن عبد الله بن يوسف بيرما في المركز الثاني. في المركز الثاني هنا الذيب مطر بن حمد بالعود العامري قادما بقوة. روح يا بالعود، روح روح مع الانطلاق، روح والتحدي مع الامتار الاخيره مع ال 600 متر الاخيره في هذه اللحظات. اما في المركز الثالث السريع معضد بن محمد بن هلال المزروعي، ياهي من منافسه ياهو من تحدي الامتار الاخيره، لكن خطير خطير على الشوط، خطير ها هو خطير عبد الله بن فاهم بن عبد الله بن يوسف اللي راح الى الفوز، راح الى الانتصار، راح الى التألق من خلال هذه المنافسة في صدارة هذا الشوط في المركز الأول. تهانينا، خلاص تهانينا لمالك خطير، لمالك خطير اللي انتزع الفوز، اللي انتزع الانتصار، ها هو خطير لعبد الله بن فاهم بن عبد الله بن يوسف. سلام يا بن يوسف، سلام، سلامي على هذا الرقص، سلامي على هذا التحدي. لحظة وصوله إلى خط النهاية حقق هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا والناموس. بينما في المركز الثاني وصل الذيب لمحمد بن عبيد بن عيد المنصوري، المركز الثالث مطر بن حمد بن عود العامري. التوقيت الزمني 4 دقائق 32 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.